راديو دابنجا، راديو دابنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر للعام 2024. ردود فعل واسعة على انشقاق كيكل والدعم السريع يصفه بالخائن والفضائية السودانية تصفه بالبطل. قوات الدعم السريع تقول كيكل سلم نفسه بمساومة مقابل عمل عسكري واستخبارات مرطية. انتقادات واسعة لطريقة استقبال كيكل وإبراهيم جابر يؤكد حرص الحكومة على عدم إفلات كل من تعدى على حقوق الشعب من العقاب. الجيش ينسحب من تنبول بولاية الجزيرة بعد ساعات من دخوله، وقوات الدعم السريع تعلن إعادة سيطرتها على المدينة. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية مصرية في محور الفاشر، وتنشر وثائق روسية تقول إنها لكابتن الطائرة. مقتل امرأة خلال الغصف المدفعي في الفاشر، والقوة المشتركة تكشف عن إنزال جوي وسط هجوم جديد أمس الأحد. 12 من الدول والجهات المانحة تنتقد تعامل الحكومة مع وفد وكالات الأمم المتحدة الزائر لدارفور. احتفاء واسع من القوى السياسية بذكرى ثورة أكتوبر ومطالبات بوقف الحرب. حمدوك يطالب المجتمع الدولي بعدم معاملة حكومة الأمر الواقع باعتبارها حكومة شرعية. مناوي يجب أن ننتهز جميعا فرصة الحرب لبناء الدولة تسعنا جميعا. البرهان يوجه بتسهيل ومعالجة كافة العقبات التي تعترض انسياب بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. وفاة 3 أطفال في مستشفى بشائر بجنوب الخرطوم بسبب سوء التغذية مع تزايد في معدلات الإصابة بالمرض. نزوح أكثر من 800 أسرة من منطقة تابت بشمال دارفور يوم الجمعة بسبب نزاعات بين الرعاة خلفت قتلى وجرحى. نزوح أكثر من 250 أسرة من الفاشر يومي الجمعة والسبت جراء استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع. غرفة طوارئ بابا نوسى تعلن إيقاف عدد من المطابخ في أمتشاك بسبب عدم القدرة المالية. ووقفة احتجاجية في طوكر تطالب بمحاسبة المتسببين في قرق المدينة. 435 مليون دولار منحة من البنك الدولي لمشروعات حيوية تشمل الصحة والمياه والتعليم والإنتاج الزراعي. جولة الاستجابة لوباء الكوليرا تدخل يومها الثالث وتحقق تغطية تفوق 18% من جملة العدد المستهدف الكلي. تسجيل حالات كوليرا جديدة بشرق النيل. المبعوث المجري لمنطقة القرن الأفريقي يقول إن الحرب الأهلية في السودان لها عواقب وخيمة على تشاد. استمرار الجدل حول رفض سفير السودان بالإمارات العودة إلى السودان. انتهت عناوين الأخبار، قرأتها لكم من راديو دابنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي.